عمل غير مسبوق، وبعتقد ان زي ما الاهلي عودنا دايما انه دايما هو يبتدي والناس يبقوا وراه. وانا شايف فكره ان الجمعيه العموميه تبقى هي اللي بتقرر لائحتها اللي هتمشي عليها، مش هي اللي بتقول ايوه ولا لا زي الباقي، لا هي بتقول لا النقطه دي مش عجباني عايز اصلحها، النقطه دي في صالحي، النقطه دي ضدي فانا عايز اغيرها. انا بشوفه شيء رائع بصراحه، ولهذا هو النادي الاهلي. الخطيب ومجلس الاداره مستوعبين ان الاهلي مش ملك اعضاء بس، يعني الاهلي ملك يعني جماهيره العظيمه هي اللي بتشكل القوام الاساسي لهذا الكيان. فلما حتى جاي يعمل اللائحه الاساسيه اللي هي المفروض يعني تخص الاعضاء وتحكم العلاقه بين النادي وبين الاعضاء، ما اغفلش ان الاهلي يتجاوز هذا المفهوم، وبناء عليه خدوا القرار ده بان اللائحه تبقى مطروحه للرأي العام، وعملوا الموقع الإلكتروني علشان تتمكن كل جماهير الأهلي إنها تقول رأيها، واستعانوا زي ما حضرتك قلت بالشخصيات العامة إلى جانب طبعا الهيئة الحاكمة الأساسية في النادي اللي هي أعضاء الجمعية العمومية.